لو واحد من غالي كان ما صور، كان ما ايه نحن من البكمال، اساس من القحطانيه، سكان البكمال قديم، فطلعنا لما صارت المشاكل طلعنا وجينا على المخيم. ووضع المخيم يعني انت تعرف، خيام وبرد وشتاء وصحه ما في، تعليم مزبوط ما في. فهذا السبب اللي خلانا نطلع من المخيم نرجع على بيتنا. يعني المخيم يعني انت تعرف، خيام وشتاء وهواء ووضع ثاني، الخوف القتل اللي عم يصير، يعني هذا الشيء كله بخوف. فأنت الحمد لله لما تطلع من هذا المكان أكيد راح تكون مبسوط ومرتاح. سوف نقوم بتسيير الرحلة إلى محافظة الحسكة، عدد العوائل 31 وعدد الأشخاص 99، وذلك استكمالاً للقرار الصادر عن المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا بإخراج العوائل الراغبة بالخروج من مخيم الهول. وهذه الرحلة تأتي في إطار الرحلات التي قامت الإدارة الذاتية بإخراجهم من مخيم الهول بعد دير الزور وبعد الرقة، والآن في صدد إخراج عوائل إلى محافظة الحسكة، وكما ذكرنا عددهم 31 و99 شخص.